الأخوي، نحن موجودين تحديداً في حديقة دبي للتماسيح. اليوم بيكون عندنا إنجاز يعتبر أول إنجاز على وجه الأرض ما كنت استوى قبل، بنغوص مع 47 تمساح أفريقي. هذه التماسيح لا حد يقول لي والله أليفة، لا، هذه ما تآلف، ما تقدر تدربها، ما تقدر تعطيها مخدر. هذه إن شاء الله بتكون أول غوصة لي مع 47 تمساح في حديقة دبي للتماسيح. بس ما تشوفون إن شاء الله اليوم بتتحمسون، بتشوفون شيء ما قد استوى قبل. يلا يلا هذا الغوص إن شاء الله بنغوص فيه، شوف كثر التماسيح اللي فيه، شوف أحجام التماسيح الموجودة. طبعا في هاللحظات المغامر خليفة المزروعي. سلام عليكم.